طيب تمام يا شباب، هنرجع مع بعض كده بإذن الله. كده الشاشة شير معاكم. زهرة تمام. طيب جميل جدا. طيب احنا اخر حاجة يا جماعة كنا اتكلمنا عليها على الكوارنتين اوردر او في الانفنتوري مانجمنت. خدنا الكوارنتين اوردر، خدنا التيست، وخدنا كل شيء، وكنا بس قلنا هنتكلم في نزء. عندنا جزء مهم النهاردة كبير، هنراجعه مع بعض ان شاء الله ونشتغله مع بعض. هنشوف مع بعض البروسيس بتاع الكوارنتين اوردر لما يحصل عمليه ريتيرن، او ان في الانسبكشن هنا في فيل بسبب ان التيست مش دان معاكو، او في شيء ديفكتيف. ففي الحاله ديت هنشوف ازاي او ايه هو البروسيس اللي هيكون في الوضع ده. طيب الشيء الثاني يا جماعه الترانسفير اوردر. اتوقع ان احنا الترانسفير اوردر ما خدناش البروسيس كامل، صحيح؟ يعني نعمل شيب، وبعدين الشخص الثاني اللي موجود في الهاوس الثاني يعمل ريسيفنج للرو ماتيريال اللي هو الترانسفير اوردر، مش ترانسفير جورنال. الشيء الثالث يا جماعه في حاجه اسمها ريكالكوليشن. هنشوف ايه وظيفه الريكالكوليشن اللي المفروض تعملها معاك يوميا او اسبوعيا او شهريا على حسب نظام الشركه، بس مينيمم 1 تايم ان مانس، وكتير جدا على فكره يا شباب. هنتكلم بس لما نوصل للريكالكوليشن نشوف، ونشوف برضه الكلوزنج انفنتوري ايه وظيفه الكلوزنج انفنتوري، والاجزاء دي مهمه جدا لانها صعبه جدا يا شباب. موضوع الكلوزنج، موضوع الريكالكوليشن وظيفتها ايه. بصوا من الاخر هي الكوست كلها بتبقى عندكم في الانفنتوري مانجمنت، يعني بتبقى نوت كلير شويه. لا، بوجود ان انا عندي حاجه اسمها فيزيكال كوست، في عندي حاجه اسمها فاينانشال كوست، في حاجه عندي اسمها كوست اماونت. هنعرف الفرق ما بين الثلاثه، الفيزيكال والفاينانشال والكوست اماونت. طيب نرجع لموضوعنا الاساسي. احنا كنا وصلنا، كان عندنا الاكزامبل بتاعنا كنا واخدينه على البايسكل، وخدنا وعملنا بي او وشفنا البروسيس بتاعنا زي ما انت عارفين. لو انا جيت اعمل انظر بي او يا شباب سريع كده على البروسيس الخاص بالبايسكل، بس المرة دي انا هنطلب مثلا 10 حبات. المرة دي هنقول مثلا ان في فيل 2 او 3، وهنشوف هنمشي معاه ازاي. فانا لو دخلت على نيو بروسيس اوردر، انا قلت هنا عامل معايا الاسوسيشن على كل الفيندورز اللي معايا. قبل ما انسى، بس في حته في الاسوسيشن نرجع لها كده عشان تبقوا نضيفها، بس حته صغيره كده مع بعض، جزء صغير مع بعض كده. لو انا رجعت تاني للانفنتوري مانجمنت، ورحت على السيت اب، ورحت على الكواليتي، في حاجه اسمها كواليتي اسوسيشن. قلنا الكواليتي اسوسيشن ديت الغرض منها بنشوف احنا هنعمل الكوارنتين على اي مرحله، على بي او او سيلز او الى اخره. في حته بس ناخد بالنا من هنا، في حاجه اسمها كوارنتين ابون فاليديشن فيلر. يعني ايه يا شباب؟ يعني هنا انا بعمل اكتيفيت لده بالاوبشن ده على اساس ان في عندي بي او عندي بعض الماتيريال اتس فيل. في الحاله ديت انا عشان اتخلص من الماتيريال ديت بضيفها على الكوارنتين، او السيستم بينقلها على الكوارنتين وير هاوس. يبقى احنا هنا لازم ناخد بالنا من الحته ديت عشان موضوع الفيل. select this option to create a quarantine order for any inventory item that fail a quality validation. by selecting this option you ensure that the inventory that is plugged during quality inspection remain plugged after inspection. طبعا يا شباب عارفين ان انا هنا وانا بعمل، لما السيستم بيشيل الكواليتي اوردر ده معناه انه بيعمل لي بلوكينج زي ما احنا اتفقنا، بيعمل لي بلوكينج يا اما على الكميه كامله يا اما على الجزء اللي انا السامبل بس. وقلنا النقطه ديت بنعرفها منين يا شباب؟ من الايه، من السيت اب او الكونفيجريشن بتاعت الايه، سوري، الايتم سامبلينج. في الايتم سامبلينج اهو يا شباب، لما كنت بقول انا مثلا عندي 10%، لو انا قلت بير ابديت كوانتيتي فهنا بيعمل بلوكينج بس للسامبل اللي هي بتمثل 10%. طب لو انا قلت له 100% هنا، طبعا ال 100% هنا معناها ان انا لو اخترت بير ابديت كوانتيتي زي الفل بلوكينج، لان كل الكميات خاضعه لمين؟ للبلوكينج. طيب خلينا نشوف احنا ماشيين بالبي او برضو. فاجي اقول له اوكي،
فهنا السيستم فتح لي الايتم، فانا هاخد البايك البايسكل بتاعتي واقول له والله انا من الوير هاوس بتاعي، واجي اقول له هنا انا عندي والله 10 حبات، سعر الحبة ولكن 500 دولار، هقول له سيف. طيب طبعا الاكشن التاني انا هاخد كونفيرم. طبعا هنا كونفيرميشن ممكن تعمل كونفيرميشن مع برنت للبي او، ممكن هنا كونفيرم دايركت من غير برنت. طيب المفروض الخطوه ديت بناء على السيت اب والكونفيجريشن الخاص بالايتم موديل جروب، فانا كنت عامل في الايتم موديل جروب ان انا لازم اعمل ريجستريشن، وبالتالي انا لو جيت اعمل برودكت ريسيت لازم اعمل ريجستريشن اثناء الريسيفنج، فبنزل هنا على الانفنتوري وبقول له اعمل لي ريجستريشن. على الابديت لاين وبقول له اعمل ريجستريشن، هقول له اد واقول له كونفيرم. طبعا لو انا عايز اغير الوير هاوس بغيره، بعمل كونفيرم للريجستريشن. المفروض هنا فعلا اول ما عملته كونفيرم قال لي في عندي كواليتي اوردر كارت نمبر 32. طيب ممكن الكواليتي اوردر بنجيبه زي ما انا وريتكم قبل كده من البي او، او طريقه تانية عشان نبقى عارفين الطرق، ان انا بروح للبريودك، اروح على الكواليتي مانجمنت، هنا في كوارنتين اوردر وفي كواليتي اوردر. طبعا احنا مش بنشتغل على الكوارنتين اوردر دلوقتي، احنا هنشتغل على الكواليتي اوردر. لما بصيت على الكواليتي اوردر هتلاقي في عندك يس في كواليتي اوردر ب 10 بيسز موجودين اهوت، لازم امشي التست بتاعي اللي احنا عارفينه، فريم كواليتي، فريم سايز، هاند فليكسبيليتي، وتاير بريشر. بيجي هنا طبعا الانسبكتور بيجي يقول والله بيخش بيعمل انسبكشن فيزيكال، وبيخش والله هو عامل لل 10 كوانتيتي، عامل لهم خلاص هو عامل لهم تشيك، فوالله قال لك في ال 10 اوكي الفريم كواليتي يس، فبيجي على الريزلت هنا وبيقول لي بالنسبه لي ال 10 حبات ات از، بيقول ال 10 حبات هنا ات از اوكي. وبالتالي بمجرد ما بيعمل سيف هنا على طول التست ريزلت بقت يس. جو باك، واول ما ترجع هنا بقى يس، عمل لي تيست ريزلت وقال لي الريزلت هنا يا شباب يس. هاجي على الثانيه مثلا على الفريم سايز، هخش على التيست. طبعا انت لو بصيت هنا على الانسبكتور هتلاقي هنا السيت اب والكونفيجريشن اللي معمول عندك قبل ما تخش على الريزلت. يعني انا هنا مثلا والله ستاندرد 20، المينيمم 18 30، فانا بدخل على الريزلت هنا بقول والله بالنسبه لي خلينا نقول هنا 25. وبالتالي خد بالك التست ريزلت هنا خطا، لما بضغط بس اطلع منها هنا المفروض اول ما اطلع منها اقول له سيف، سوري هنا الكميه العشرة، وهنا بقول التست، لان انت ممكن تيجي على الكميه تقول والله في 5 مثلا او 6 يس، تحط لهم 18 و4 نو، وبالتالي هيبقى كل عندك الكواليتي هيبقى فيل برضه، لان احنا قايلين الكواليتي لازم يبقى اكسبتابل بنسبه 100%. تمام يا شباب، هنا ريزلت كوانتيتي، يعني انت دلوقتي عندك في البيو 10 حبات، فانا باجي بقول والله ال 10 حبات 25، وبالتالي خلاص هو محتسب ان ال 10 25 هنا بالنسبه له ما بين ال 20 وال 30، وبالتالي ات از اكسبتابل بالنسبه له. ده التست الثاني اللي احنا عملناه. التست الثالث الهاند فليكسبيليتي، ادخل على الريزلت بقول والله 10 حبات هنا بالنسبه لي ات از اوكي، اقول له سيف. طيب جيت هنا يا شباب والله جيت على التاير بريشر، وجيت هنا قلت ده فيل. ممكن الفيل ده يحصل في العشر حبات، ممكن في 8 حبات مثلا اقول له فيل، واضيف لاين تاني واضيف الحبتين واقول له ديت ايه ات از اوكي، او العكس 8 حبات اوكي واكتب هنا 8 واضيف 2 واضيف انذر لاين واقول له 2 وادي له نوت اوكي، وبالتالي هيديني كل الكواليتي اوردر نوت اوكي. طيب لو انا قلت هنا العشرة بالنسبة لي نوت اوكي، قلت له مثلا والله ديت هاي بريشر، العشرة الكفرات بتاعتي كان ضغطهم عالي، ضغط الهواء فيهم عالي قوي، وبالتالي هو بالنسبة لي التست ريزلت از فيل. هاجو بقى طبعا هنا لو انا جيت ابص يا جماعة، انا عندي التست ريزلت 3 سكسيد وان فيل. خد بالك بقى انت من حتة لو انت وقفت هنا، انت بالنسبة لك هنا لازم الكمية كلها، لو انا دخلت على التست هنا الاكسبتابل ليفل يكون 100%.
فده ده بالنسبة لي مثلا الـ HF الـ Hand Flexibility كله يس 100%، وبالتالي أنا ما عنديش مشكلة، فكله يس ما عدا الـ Tire Pressure. فأنت في الحالة ديت بتعمل Validation للـ Certificate بتاعتك أو للـ Quarantine Order. لا سوري، الـ Quarantine Order لما بعمل له تيست هنا في، بس المايك يا شباب. فباجي هنا يا شباب هقول ان اعمل فاليديت، خلاص انا خلصت بالنسبه لي، اعمل فاليديت عشان اشوف الاستاتس هنا. شايفين يا جماعه الاستاتس اتس اوبن، دليل ان انا لسه ما عملتش فاليديت. لو انا ما عملتش فاليديت كاني ما عملتش حاجه بما بالنسبه للايه، للكواليتي اوردر. فباجي اقول له فاليديت يس. خد بالكم يا شباب، انا لما جيت اعمل فاليديت في حاجه اسمها اللي انا كنت عملتها في الاسوسيشن، لو خدت بالك هنا اجين لما باجي اعمل فاليديت، بص شايف دي كورانتين ابون فاليديشن فيلر، هنا بقول له والله هو بيقول لي هي لو دي اكتيفيت خلاص هيديك فيل ويسكت، لكن لا انا بقول له فيل ونقل الكميه على الكورانتين اوردر، لان خلاص الكواليتي اوردر بالنسبه لي اتس فيل. هنا فعلا السيستم هيروح ينقل لي الكميه كلها ال10 حبات على ايه؟ طب ليه ال10 حبات؟ لان انا كنت قايل له ان التيست سامبل 100% لان ال10 حبات فيل بالنسبه لي، او بالنسبه لي الكميه كلها فيل لان انا مستخدمها 100%. طيب انا اقدر اطبع يس، اقدر اطبع الايه السيرتيفيكيت اوف اناليسيس يس، اقدر اطبع. طب والله لا انا بالنسبه لي اخطات في شغلي ودي المفروض كانت تبقى يس ريزلت، ممكن تعمل ري اوبن اجين للستيتس وبالتالي تديك معاك ايه اوبن. طيب هل كده بالنسبة لي أنا التست بتاعي انتهى في الكوارنتين أوردر؟ فاجي هنا بقى خلاص أنا بالنسبة لي أصبح هشتغل شغل سوري، هنا التست انتهى في الكواليتي أوردر، وهصبح الشغل كله هيصبح فين؟ في الكوارنتين أوردر. أنا بالنسبة لي خلاص التست هنا فين، لازم ترجع بقى للكوارنتين أوردر وتكمل البروسيس بتاعك. من داخل الكوارنتين أوردر ممكن نقول مثلا والله أنا عندي العشر حبات دول اصبح انا دخلتهم كوارنتين هنا وير هاوس، فاصبح خلاص والله انا معايا هنا برضو اقدر اعمل عليهم انسبكشن تاني لو انا عايز انجح. مثلا نفترض ان في 8 حبات بالنسبه لي دان، وفي حبتين هنا فيل، او ال10 حبات فيل، احنا الاكزامبل هنا ال10 فيل. فانا لا، لو انا قلت مثلا خلينا نقول لو انا حبيت اعمل ري اوبن للاوردر، فاصبح معايا جيت هنا انا بالنسبه لي في التيست طبعا دول كل ال10 حبات نجحوا في كل دول. قلت له والله لا انا عايز اعمل ايه، هعمل ايديت، هقول له والله 8 بالنسبه لي اوكي، وهعمل نيو. ده اللي كنت بقول عليه يا شباب، وحبتين بالنسبه لي هما الايه، بالنسبه لي الهاي بريشر، وبالتالي هعمل سيف. يبقى اجين، يبقى انا كل ده انا بالنسبه لي عندي حبتين اتنين بس هم اللي ايه في التير بريشر، هم بالنسبه لي اللي ايه الفيل. هعمل فاليديت واعمل اوكي. طيب لو انا برجع